ماذا حدث للاشتراكية بعد كارل ماركس؟ كثيرون هم الذين يخلطون بين مصطلحي الماركسية والاشتراكية، فلمجرد ذكر مصطلح الاشتراكية سرعان ما يتم ربطها بكارل ماركس والحركة الماركسية جملة وتفصيلا بنشأتها وأبعادها وأسسها وأهدافها واعتبارهما وجهين لعملة واحدة. وكثيرا ما يتم إثارة التساؤلات حول الاختلافات التي تعتري المصطلحين للتمييز بينهما، وهذا ما عمدنا على طرحه في مقالات سابقة. إذ أوضحنا الغموض الذي يلف مصطلح الاشتراكية لكونه من أكثر المصطلحات الفلسفية إشكالية، وعرضناها بمفهوميها الطوباوي والعلمي، وبقي أن نذكر بأهم الحركات الاشتراكية التي نشأت بعيدة عن الصرح الماركسي واتخذت اتجاهات مختلفة وأسس مخالفة انسجاما مع الواقع الجديد، ومن أهمها الاشتراكية الفابية، الاشتراكية التلقيحية، الاشتراكية الأناركية، والاشتراكية الديمقراطية. تعد الفابية فابيانيزم إحدى أهم الحركات الاشتراكية غير الماركسية التي ظهرت في بريطانيا بعد عام 1889، واشتق اسم الحركة تيمنا بجنرال روماني فابيوس ماكسيموس، وكان من أهم روادها جورج برنارد شو الذي وضع كتاب الاشتراكية الفابية 1889، ويعتبر أول نتاج فكري للفابية. وأهم النقاط التي ميزت الاشتراكية الفابية عن الماركسية بأنها كانت تعتبر المجتمع مثل الكائن الحي الذي يتطور مع مرور الوقت، في حين أن الماركسية فسرت تطور المجتمع على أساس الصراع الطبقي الذي رفضه الفابيون، لأنهم اعتبروا أن التحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية لا يتم إلا عبر الاقتراع الشعبي، كدليل على نضوج وعي الجماهير السياسي وإلمامهم بحقوقهم وواجباتهم السياسية. ولذلك فقد رفضوا مبدأ الثورة الذي نادت به الماركسية، ودعوا إلى الإصلاح والتطور التدريجي وسعادة الإنسان، كما كانت ترى بأن الاشتراكية هي الناتج الطبيعي للتطور الاجتماعي والتقدم الفكري والحضاري للشعوب. وبالإضافة للفابية ظهرت حركة أخرى تعتبر أكبر تحدي للماركسية في ذلك الوقت، دعيت باسم المفكرين التنقيحيين. ظهرت في أواخر 1890، قام المفكرون التنقيحيون بالتشكيك في شرعية العديد من المعتقدات الجوهرية للماركسية، من أهم روادها إدوارد برنشتاين الذي كان على اطلاع على المجتمع الفابي في بريطانيا. وبالرغم من أن برنشتاين كانت له نظريته المختلفة عن الفابية، إلا أنه كان يشاركهم العديد من المعتقدات، أهمها بأن الاشتراكية يمكن إنجازها بطرق سلمية غير ثورية. في سلسلة مقالات ظهرت بين عامي 1896 و 1899، وضع برنشتاين أساس الأفكار التنقيحية التي تحدت الأفكار المقدسة للماركسية، وكانت بمثابة تصحيحات لبعض اعتقادات ماركس الاقتصادية، وخاصة حول فكرة الصراع الطبقي وضع العمال المضطهدين من قبل الرأسماليين، إذ لاحظ تحسنا في الوضعين الاقتصادي والسياسي في ذلك الوقت، واستنتج بأن الصراع الطبقي قد هدأ وبأن العمال يتمتعون بمستوى معيشي أعلى، وأن الرأسمالية ليست على وشك الانهيار ولا الطبقة الوسطى على وشك الاختفاء. وبالانتقال إلى الحركة الثالثة، نرى بأن الأناركيزم هي إحدى أقوى الحركات الاشتراكية غير الماركسية. لم تكن أناركية حركة متجانسة تماما بسبب اختلاف وجهات النظر حول دور الدولة، كما تعرضت للتشويه والاتهام باستخدام العنف، فغالبية أناركيين رفضوا الثورة ووجدوا التعليم خير وسيلة لنشر آرائهم وأفكارهم. وهناك فئة ضئيلة ممن آمنوا بأن أعمال العنف تصلح سبيلا لحفز الجماهير على الثورة. هذه الفئة عاشت ومارست العنف ثم اختفت،
ولم يعد لها وجود بين التيارات الأناركية المعاصرة. ومن أهم نقاط التعارض بين الأناركية والماركسية تظهر من خلال التالي: رأى الماركسيون أن الدولة هي الوسيلة الجوهرية لحكم المجتمع، في حين رفضها الأناركيون رفضا قاطعا، وشككوا في قدرة الدولة على أن تؤدي دورا إيجابيا. ومن هنا جاءت صلة الوصل بين مصطلح أناركية واللا سلطوية، كما اعتقدوا بأن الطبقة العاملة ستسقط الرأسمالية، وذلك ليس عن طريق الكفاح والثورة، بل عن طريق تكثيف الجهود لتنظيم جهودهم في مؤسسات اجتماعية، ومن خلال الانخراط في صراع اقتصادي ضد مضطهديهم. وأخيرا نصل إلى الاشتراكية غير الماركسية الأخيرة التي ظهرت في نهاية القرن العشرين وعرفت بالاشتراكية الديمقراطية، وهم الاشتراكيون الذين تأقلموا مع الحركات الليبرالية التي ظهرت في هذا القرن. تدل تسميتهم على التزامهم بالديمقراطية البرلمانية، وكذلك على الالتزام بمبادئ السوق الاشتراكية، أي حق الحكومة أن تلعب دورا في الإشراف على ملكية بعض المنشآت مثل الخدمية والمواصلات، لكن مع السماح للسوق بتحديد توزيع الخدمات والبضائع. ظهر هذا التحول النظري والاقتصادي للاشتراكية في عام 1980 بعد عودة الاشتراكيين للحكم في عدة دول منها إسبانيا وفرنسا، كما أدى ظهور حزب العمال في بريطانيا عام 1990 إلى تحول في العقيدة الاشتراكية بعيدة عن أسسها الأيديولوجية التاريخية.